باشر فرحات حشاد تشكيل مجموعات من بين مناضلي الاتحاد العام للعمال التونسيين، مهمتها تنفيذ هجمات مسلحة ضد كل ما يرمز إلى السلطة الاستعمارية. في الآن نفسه صعد وتيرة النضال النقابي من خلال شن إضرابات وتنظيم مظاهرات. لم تتوقف تلك العمليات بالرغم من أن من اعتقلهم الاستعمار الفرنسي فاق عددهم 20,000. في تاريخ الأمم والشعوب محطات، لحظات تحولات كبرى في دفاتر التاريخ، تفاصيل تغيب عن المتداول وحكاية انكسار ونجاح. يوم اغتيل فرحات في قرية العباسية بجزيرة قرقنة شرقي تونس، في يوم شتوي صادف الثاني من فبراير من العام 1400 رزق أحد الصيادين ولداً. احتفت الأسرة الفقيرة بالمولود الجديد كما تفعل كل أسرة، ثم واصلت الحياة وتيرتها. يخرج الأب إلى البحر يطلب رزقه ورزق عياله كما يفعل صيادون كثراً من قرية العباسية. ولعل حدث الميلاد طواه النسيان، حب الطفل الذي سماه والده فرحات ثم استقام ماشياً. كانت تونس تعيش في زمن الحماية الفرنسية. التحق الطفل فرحات مع أطرابه بمدرسة القرية، ولما حصل على شهادة الدروس الابتدائية اضطره الموت المفاجئ لوالده إلى دخول ميدان العمل لمساعدة عائلته الفقيرة. وكانت وجهته سوسة. كان الشاب محبا للبحث، عصاميا كان، استطاع أن يكمل تكوينه بالاعتماد على مطالعاته التي تمس مجالات مختلفة. ثم إنه دخل مجال العمل النقابي. قليلون هم عدا المقربين منه يعرفون فرحات حشاد. في العام 1939 وكان في 25 اضطر فرحات إلى ترك عمله بسبب انغماسه في العمل النقابي. كان قد قطع أشواطا مهمة في تكوين نواة اتحاد العمال التونسي، وكان وقتها يتبع للكونفدرالية العامة للشغل. نالت آثار الحرب العالمية الثانية تونس كما نالت فرنسا وأقطارا أخرى من مستعمراتها. ثم حضر العمل السياسي، وعانى فرحات كما عانى تونسيون كثر من ضائقة اقتصادية. ولأن الرجل لم يعتد الخمول فقد اتجه إلى العمل التطوعي والتحق بالهلال الأحمر التونسي. في العام 43 انتقل ابن قرقنة إلى صفاقس موظفا. كان انتقاله ذاك مناسبة له لاستئناف نشاطه النقابي ضمن اتحاد عمال صفاقس. كان في 30 حين تزوج آمنة ابنة عمه. بدأ زواجه ذاك منسجما مع أعراف أهله، وقد أمن له استقرارا كان يفتقده. ولكنه ما لبث أن اختلف مع اتحاد عمال صفاقس الذي كان تابعا للكونفدرالية العامة للشغل، فترك الاتحاد وقام برفقة عدد من زملائه بتأسيس اتحاد النقابات المستقلة بالجنوب، ورفع شعار المطالبة بالمساواة بين العمال التونسيين ونظرائهم الفرنسيين. كانت سلطات الحماية الفرنسية تتابع صعود نجم فرحات حشاد، فالنقابي الشاب عدا مناداته بالمساواة بين العمال التونسيين والفرنسيين صار يرفع شعار المطالبة بالاستقلال. في العام 46 ارتقى فرحات حشاد درجات جديدة في العمل النقابي، فأسس انطلاقا من قاعدتي اتحادي الشمال والجنوب واتحاد عمال تونس الاتحاد العام لعمال تونس، وتم انتخابه سكرتيرا عاما، وهو المنصب الذي لم يشغله أحد قبله. في تلك المرحلة لم يعد نشاط فرحات حشاد ورفاقه يقتصر على العمل النقابي الصرف، بل صار مقرونا بالفعل السياسي. وكان من نتائج هذا التوجه الذي مضى فيه فرحات حشاد أن دخلت الحركة العمالية في تونس
صراعا مع السلطات الاستعمارية الفرنسية من أجل التحرير واستقلال البلاد. لم يعد فرحات حشاد شخصا مغمورا، طفل الصياد الفقير القادم من قرية العباسية في قرقنة صار وجها بارزا في الحركة الوطنية التونسية. ثم ارتفعت وتيرة المظاهرات التي تنتظم في الشارع التونسي للمطالبة بالحرية وتحسين مستوى عيش التونسيين. لم يكن ليخفى على إدارة الحماية الفرنسية أن الاتحاد العام لعمال تونس الذي يقوده فرحات حشاد يقوم بدور المحرك في كل ما يعتمل في الشارع التونسي من مظاهرات احتجاج ومطالبة بالاستقلال. ثم إن فرحات سريعا صار يحضر المؤتمرات الدولية بعد أن انضم اتحاده الاتحاد العام لعمال تونس إلى الاتحاد الدولي لاتحادات العمال الحرة، وكان نشاطه ذاك مما جعل الاتحاد يستقطب المنخرطين بأعداد من فكت تتزايد. وكذلك صار عدد المنخرطين في الاتحاد العام لعمال تونس في العام 51 و900 ألف يقارب 120 ألفا. حينئذ بدأ تنظيم عمليات مقاومة، بل إن فرحات حشاد سعى من أجل قيام اتحادات عمالية في مجمل شمال إفريقيا وبشكل خاص في الأقطار التي تحتلها فرنسا. لقد صار فرحات حشاد مع عدد من الزعماء المغاربيين مصدر قلق متزايد بالنسبة لفرنسا. في العام 52 و900 ألف، في أوائل ذلك العام فشلت مفاوضات أولى حول استقلال تونس، وألقى الفرنسيون القبض على الحبيب بورقيبة وكل الزعامات الوطنية التونسية، وكذلك فعلوا في أقطار أخرى منها المغرب. كان ذلك التحول ما دفع بصالح بن يوسف، وكان من أبرز قادة الحركة الوطنية التونسية وشغل منصب وزير العدل في حكومة محمد شنيق التي قادت المفاوضات، دفع به إلى التوجه صوب الأمم المتحدة. كانت السلطات الاستعمارية الفرنسية قد فرضت حظر التجوال في البلاد وأصدرت قوانين منعت كل نشاط سياسي، وقد كان ذلك مما أبرز الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العام للعمال التونسيين في مقاومة الاحتلال الفرنسي. باشر فرحات حشاد آنذاك تشكيل مجموعات من بين مناضلي الاتحاد العام للعمال التونسيين مهمتها تنفيذ هجمات مسلحة ضد كل ما يرمز إلى السلطة الاستعمارية. في الآن نفسه صعد وتيرة النضال النقابي من خلال شن إضرابات وتنظيم مظاهرات. لم تتوقف تلك العمليات، ولا كف الاتحاد العام عن تنظيم المظاهرات بالرغم من أن من اعتقلهم الاستعمار الفرنسي فاق عددهم 20 ألفا. كثرت تنقلات فرحات حشاد إلى الخارج، إلى بروكسل وواشنطن ونيويورك، إلى حيث كان يحمل معه صوت تونس المطالبة بالاستقلال. لقد صار أكثر إزعاجا مما مضى، وكانت الحكومة الفرنسية تحاول التخلص منه وفق سيناريوهات عدة، كان منها الزج به في غيابات السجن أو وضعه رهن الإقامة الإجبارية في منزله. لم تستثنى من تلك الخيارات تصفيته جسديا. في الآن نفسه ازدادت التهديدات الموجهة إلى فرحات حشاد وأسرته، وكانت تحمل توقيع اليد الحمراء، وهي عصابة إرهابية وقفت وراءها الاستخبارات الفرنسية. في 28 من نوفمبر من العام 52 و900 ألف، كتبت صحيفة باريس التي كانت تصدر في أقطار شمال إفريقيا إن حشاد وبورقيبة هما رأس البلاء، وفي القضاء عليهما مصلحة للحياة والكرامة والشرف الفرنسي. إذا كان الرجل يهدد بقتلك اقتله قبل أن يقتلك. أسبوعا بعد هذا الذي نشرته صحيفة باريس، صباح 5 ديسمبر من العام 52 و900 ألف، كان فرحات حشاد يسلك طريق ضاحية تونس العاصمة. كانت تتبعه سيارة، ولما صارت بمحاذاته أطلق عليه النار أحد ركابها،
أصابه في ذراعه وكتفه. لم تتوقف السيارة التي جاءت منها الطلقات النارية. استطاع فرحات حشاد أن يخرج من سيارته، وفي تلك اللحظة أدركته سيارة أخرى نزل منها من أجهز عليه بعدة طلقات في الرأس، ثم تم إلقاؤه على جانب الطريق وانطلقت السيارة واختفت سريعا. لما أذيع خبر اغتيال فرحات حشاد اندلعت المظاهرات في جهات مختلفة من العالم، واشتعل الشارع في الدار البيضاء المغربية وفي القاهرة المصرية وفي دمشق وبيروت وفي جاكرتا وكراتشي، وامتد لهيب الاحتجاج على اغتيال فرحات حشاد إلى روما وبروكسل وإلى ستوكهولم. في الدار البيضاء خلفت المواجهات بين المحتجين وقوى الحماية الفرنسية عشرات القتلى.